السلام عليكم، مع حضراتكم محمود كساب، استشاري عقاري بالعاصمة الإدارية الجديدة، شركة ريل استيت جايد. الفيديو دوت أنا حابب أتكلم فيه كده عن أقل سعر دوبلكس أو أرخص سعر دوبلكس موجود في الآر 7 حاليا، استلام فوري. الدوبلكس دوت موجود في الدور السادس والسابع، وأنا دلوقتي بصور من الروف. هو الكومباوند مبني دلوقتي، والتسليم النهائي بتاعه في 2025. مشروع استاو بجامعة الأزهر. دوبلكس مساحته 440 متر، سعره عامل 5.5 مليون، وده طبعا أقل سعر دوبلكس موجود في الآر 7 دلوقتي. حضرتك تقدر تعين وحدتك. هو مبدئيا الكومباوند مبني طبعا ومتباع كمان، سواء بالنسبة للشقق أو الفيلات، وده يعتبر آخر دوبلكس متبقي في المشروع دلوقتي يعني. فأنا حبيت أعمل الفيديو ده عشان برضو إيه يعني، لأي عميل مهتم بالمساحات الكبيرة بأقل سعر موجود في الآر 7 دلوقتي. طيب انا كده هبتدي الدوبلكس بتاعي من الدور السابع. دي المساحه بتاعت الليفينج واللوبي. اول حاجه بتقابلني هنا المطبخ. جنب المطبخ على طول بيكون فيه حمام، ده بيسرفز على الريسبشن مثلا. الليفينج يعني او المكان هنا متقسم لكذا قطعه، يعني بيبقى فيه مكان مثلا ممكن بيبقى ليفينج، مكان تاني بيبقى فيه مثلا زي لوبي او كده. الريسبشن موجود في الدور السادس، ده التراس. هنا الفتحة ديت اللي هو السلم اللي بيربط الدور السادس بالدور السابع، طبعا ده بيبقى سلم داخلي. دي هنا غرفة. ودي التاني غرفة. ودي الغرفة الماستر. دي أكبر غرفة، بتبقى مساحتها 5 متر فاصل 5 × 5 متر فاصل 15، بيكون طبعا معاها الدريسنج الخاص بيها والتويلت أو اللي هو الباث روم الخاص بالغرفة. طبعا هنا المكان دوت بيكون فيه الحمام اللي هو بيسرفز على الريسبشن. طيب احنا دلوقتي كده نازلين للدور السادس. دي كده دخلت الدوبلكس بتاعي من الدور السادس. اول حاجة برضو هنا بتقابلني على الشمال على طول المطبخ. طبعا المطبخ اللي في الدور السابع ممكن يتفتح على الحمام برضو، بحيث ان هو يعني لو حابين يبقى مساحته كبيرة او كده. الريسبشن يعتبر 3 قطع مستريحين كمان، وفي غرفة مستقلة مفتوحة على الريسبشن. طيب ده كده الشكل المساحة الإجمالية للريسبشن عشان تبقى واضحة لحضراتكم. دول كده غرفتين هما مفتوحين على بعض المكان دوت، ودي الفتحة اللي هي بتاعت السلم الداخلي، وهنا بيكون في حمام. ودي الغرفة الرئيسية، الغرفة الماستر، بيكون معاها طبعا الدريسنج والحمام الداخلي. ده كده كان تصوير للدوبلكس دوت. ده مساحته الإجمالية 440 متر، سعره عامل 5.5 مليون. هو حرفيا ده يعتبر اقل سعر دوبلكس موجود في الار 7 دلوقتي. طبيعه الاسعار الدوبلكسات في الار 7 دلوقتي متوسط من 7 مليون يعني توصل لحد مثلا 11 12 مليون، ده طبعا استلام بدون تشطيب. تقسيط مقدم 15% على 7 سنين اقساط متساويه، او 20% مقدم والباقي على 8 سنين اقساط متساويه. طبعا لو في اي حد حابب ابعت له البروشور ممكن يبعت لي اي مسج على الواتساب. هبعت لحضرتك التصميمات، هبعت لك نظام السداد المالي بالمقدم اللي حضرتك هتقدر تدفعه، والقسط اللي حضرتك تقدر يعني اللي انت المفروض تدفعه برضو على مدار ال7 سنين او ال8 سنين. ده يعتبر دلوقتي اخر دوبلكس موجود في كومباوند ستاو، فتحت امر حضراتكم. لو في اي استفسارات ابعتوا لي مسج على الواتساب وانا هرد على حضراتكم.